حالكم أول؟ كيف أصبحتم؟ أتمنى أن تكونوا دوماً بخير إن شاء الله تعالى. اليوم أحبتي في مادتنا مادة الرياضيات سنكمل ما بدأناه البارحة في وحدتنا الزمن والنقود. بدأنا في قطعنا النقدية وقلنا أنه يوجد عندي قطعة نقدية وأصغر واحدة فيهم، أصغر قطعة نقدية فيهم كانت ماذا؟ القرش وقيمتها واحد، القرش وقيمتها واحد. وقلت لو كان معي خمسة، لو كان معي خمسة قروش ماذا ستكون؟ أحسنتم، ستكون عندي عملة نقدية بخمس قروش، بخمس قروش، ونسميها نحن في الأردن شلن. إذن هي قطعة نقدية قيمتها خمس قروش، خمس قروش. وأيضا يا أول، لو كان عندي، لو كان معي قطعتان من الخمس قروش، لو كان عندي قطعتان من الخمس قروش ماذا ستعطيني؟ اثنتان ستعطينا عشرة. قطعتان من خمس قروش تعطيني عشر قروش، قطعتان من خمس قروش تساوي عشرة. إذن هذه القطعتان تساوي عشرة، تساوي عشرة. لو كان عندي يا أول قطعتان من العشرة، عشرة وعشرة ماذا تعطيني؟ عشرون. ولو كان معي أيضا هذه القطعة خمس قروش، عشر عشرة وعشرة وخمسة، عشرة وعشرة وخمسة تعطينا خمسة وعشرون، تعطيني خمسة وعشرون. وهذه قطعة الخمسة وعشرون قرشا، وهي ربع دينار، ربع دينار، واحد على عفوا تعطيني ربع دينار، تعطيني خمسة وعشرون قرشا. هذه القطع النقدية الثلاث، عشرة وعشرة وخمسة تعطيني واحد على أربعة، وهي ربع دينار، ربع دينار. هذه ثلاث قطع نقدية تساوي قطعة نقدية واحدة، ثلاث قطع نقدية تساوي قطعة نقدية واحدة. هذه خمسة وعشرون، هذه خمسة وعشرون. إذن هاتان متساويتان، هذا ربع دينار وهذه خمسة وعشرون قرشا أيضا ربع دينار. تعالوا الآن نرى، لو كان عندي يا أول قطعتان من ربع الدينار، لو كان عندي اثنتان من ربع دينار، خمسة وعشرون، خمسة وعشرون قلنا ماذا تعطيني؟ أحسنتم، تعطيني نصف دينار، نصف دينار خمسون قرشا. إذن هذه تعطيني خمسون قرشا، ربع وربع يعطيني خمسون قرشا، نصف دينار، نصف دينار. وأيضا يا أول، لو كان عندي، لو كان عندي هذه يا أول، لاحظوا عشرة وعشرة، لو كان معي هذه العشرات يا أول، لاحظوا عشرة وعشرة 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 وعشرة، كم عشرة معي؟ خمس عشرات، خمس عشرات ما مجموعها؟ خمسون. أيضا هذه الخمس عشرات، هذه الخمس عشرات مجموعها نصف دينار، مجموعها نصف دينار، لأن قيمة النصف دينار هي خمسون قرش، خمسون قرش. وهذه خمسون قرش، هذه خمس عشرات وهي خمسون، وهذا خمسون، إذن هما متساويان، هما متساويان. هذا ما تعلمناه البارحة في قطاعنا النقدية. اليوم سوف نتحدث أكثر عن كيف تكون القطع النقدية متساوية، وكيف يكون عندي نشكل من القطع النقدية بطرق مختلفة نفس المجموع. لو كان يا أول أريد منكم، لو كنت أريد، نبدأ بأشياء سهلة أو بسيطة. لو كنا نريد يا أول خمسة عشر قرشا، خمسة عشر قرش، تمثيلها بالقطع النقدية بطريقتين، بطريقتين، هذه الطريقة الأولى وهذه طريقة ثانية. أريد أن يكون معي خمسة عشر قرشا، خمسة عشر قرشا بطريقتين، بطريقتين، ماذا أختار من قطعنا النقدية؟ عندي هنا الخمس قروش، وعندي هنا العشر قروش، وعندي هنا ربع دينار أو خمسة وعشرون قرشا، وعندي خمسون قرشا. أريد تمثيل خمسة عشر، أريد تمثيل خمسة
10، ماذا أخذ من هذه القطع؟ هل أخذ 25 ليعطيني 15؟ لا، فال15 أصغر، إذا أحتاج الأصغر. هذه القطعتان الكبيرتان 25 و50، لن أختار منهما لأن عندي 15 وأنا قطعتي صغيرة. من أختار؟ أحسنتم، أخذ 10، أخذ 10 وأضعها في هنا. في الطريقة الأولى أخذت 10، بعد 10 كم يحتاج من هنا؟ عندي 15. أحسنتم، سنأخذ 5 قروش، سأخذ 5 قروش وأضعها بجانبها. 10 و5، 10 نفي 2 لنكتب هذه التي نريد. عندي 10 قروش و5، عندي 10 و5، ماذا تعطينا؟ 15، تعطيني 15 وهي المطلوب مني. الطريقة الأخرى يا أول، أريد طريقة أخرى تمثيل 15 قروش، 15 قرشا من هذه القطع النقدية، ماذا أختار؟ لو وضعنا يا أول 5 قروش، لو وضعنا 5 قروش، ألم نقل البارحة أن 10 هي 5، هي 5، سأضع إذن 5 و5 أخرى، 5 أخرى، وبهذا ماذا يعطيني؟ 10 5 و5 10، إذن ماذا تبقى لي؟ 5 الأخرى، إذن سأخذ أخرى 5 ليصبح عندي 15، ليصبح عندي 15، فال5 هذه ال5 تعطيني 10 و5، تعطيني 5، إذن 10 و5 هي 15، هي 15. تعالوا الآن نكتب هذا يا أول، لو كنت أريد الآن تمثيل 30 قرشا، 30 قرشا بطريقتين، أيضا طريقة وطريقة، أريد طريقتين لتمثيل 30 قرشا، 30 قرشا، أتي لـ30، أنا أريد 30، أنظر إلى قطع النقدية، هذه 50، هل أستطيع تمثيل 30 منها؟ لا، لأنها أكبر، إذن لن أخذ منها. 25، من أكبر بينهم؟ 30، إذا أستطيع تمثيلها من 25، إذا سأخذ 25، أخذ 25 أضعها هنا، أضعها هنا. نأتي الآن بعد 25، أنا عندي 25، كم يتبقى لي ليصبح معي 30؟ تعالوا، أنا عندي 25، لاحظوا 25، 26، 27، 28، 29، 30، 1 2 3 4 5، إذا أحتاج 5، أخذ ماذا؟ أحسنتم، أخذ 5 قروش، أخذ 5 قروش، إذا 25 و5، 25 و5 يعطيني 30، يعطيني 30. لو أردت يا أول طريقة أخرى، لو أردت طريقة أخرى كيف أستطيع تمثيلها؟ أحسنتم، 30 أخذ 3 عشرات، لأنها عشرات، أخذ 3 عشرات، 10 و10، وكم يتبقى لي؟ 10 واحدة، هكذا أستطيع تمثيل 30 بـ3 عشرات. ولا ننسى أيضا أن 15 قروش، 10 قروش هي 5، هي 5، فباستخدام 5 أستطيع أيضا تمثيلها بطريقة أخرى، هذه طريقة أخرى أستطيع تمثيلها بالـ5 قروش، بالـ5 قروش. إذا 30 قرشا مثلناها بربع دينار و5 قروش، وأيضا مثلناها بـ3 عشرات
وأيضا خمسة وخمسة 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 يعطينا 30 قرشا، يعطينا 30 قرشا. هذه طرق مختلفة. لو أتينا هنا يا أول، لو أتينا هنا، ما المقصود بالقطع النقدية المتساوية؟ المتساوية أي أننا نعني بهذه الطريقتان، هذه العشرة والخمسة تساوي خمسة زائد خمسة زائد خمسة، هذه قطع نقدية متساوية تعطيني نفس المجموع، تعطيني نفس المجموع. أيضا هنا يا أول، ربع وخمسة، عشرة وعشرة وعشرة، وخمسة 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 يعطيني نفس المجموع وهي 30 قرشا، 30 قرشا. هذا ما نعنيه بقطع نقدية متساوية، لأننا يكون معي نفس المجموع بطرق مختلفة، بطرق مختلفة. لو أردنا الآن يا أول تمثيل 75 قرشا، 75 قرشا، لو أردت تمثيلها يا أول 75 قرشا بطرق مختلفة، ولو كتبنا طريقتان أيضا، لو كتبنا أيضا طريقتان، أريد تمثيلها بطريقتان، 75، 75. هل 75 أكبر من 50؟ نعم أكبر. إذا أستطيع تمثيلها باستخدام ماذا؟ باستخدام 50 قرشا أو نصف دينار. آخذ الآن النصف دينار، لأن 75 أكبر من 50، آخذ 50 وأضعها في البداية. 50، لاحظوا عندي 50 وعندي هنا 75، عندي 50 وعندي هنا 75. نأخذ عشراتنا، لاحظوا عندي 7 وعندي 5، عندي 7 وعندي 5. السبعة بكم أكبر من الخمسة؟ السبعة لوحدها، لو أتينا إلى العشرات لوحدها، عندي 70 ناقص 50 أكبر منها بعشرون، أكبر منها بعشرون، ويتبقى معي هنا خمسة، عفوا هنا في أحادي يوجد خمسة، إذا هي 25، يتبقى عندي 25. 25 يوجد قطعة نقدية قيمتها 25، إذا سأخذ 25 أو الربع دينار، أخذ 25 أو الربع دينار بجانب 50 قرشا، إذا عندي هنا 50 وعندي 5. وعندي يا أول 25، 0 و 5 يعطيني 5، 5 و 2 يعطيني 7 وهي 75، وهي 75. لو أردنا تمثيلها بطريقة أخرى كيف نمثلها؟ باستخدام مثلا العشرات، فعندي هنا 50 وهي 5 عشرات، آخذ 5 عشرات، 1، 2، 3، هيا 3 و4 و5، ها هي 5 عشرات، 5 عشرات، 5 عشرات يعطيني 50، عندي 5 عشرات، 5 عشرات تعطيني ماذا؟ تعطيني 50، تعطيني 50، هذه قيمتها 50. تمثلنا النصف دينار بعشر أو 5 عشرات، عفوا 5 عشرات. ربع دينار هي 10 و10 و5، إذا آخذ مثلا 10، لو كان عندي 10 أخرى هنا قد لصقتها، لاحظوا 10 و10 و5 أخذها هنا أيضا مكان الربع دينار، مكان الربع دينار. أو مثلا آخذ ماذا؟ ربع دينار نفسه، آخذ ربع دينار نفسه ليمثل ماذا؟ ليمثل لي 75 قرشا، ليمثل لي 75 قرشا. هنا يا أول عندي 50 و
25 كما مثلناها هنا، لكن مثلنا الخمسون بطريقة أخرى. هذه قطع نقدية متساوية، عندي هنا 50 و25، عندي هنا 50 و25، كلاهما يعطيني 75 قرش. 75 قرش، هذه هي يا أول القطع النقدية المتساوية. أن أمثل القطع النقدية أو مجموع القطع النقدية بطرق مختلفة، بطرق مختلفة. المهم في درسنا أن نكون قد نتذكر سوية الجمع والطرح لنجمع مجموع القطع النقدية لدينا ونجد الناتج، بعدها نرى من منهم متساويان. هل تذكرون ثم السمكة الأكبر والأصغر والمساواة؟ نحن نريد المساواة، القيمة نفسها. هنا تكون عندي قطع نقدية متساوية. لنفهم أكثر مفهوم درسنا تعالوا الآن نحل كتاب الطالب لدينا يا أول، بعد أن قمنا بتمثيل قطع نقدية هنا على السبورة. تعالوا نحل سوية كتابنا صفحة 75، صفحة 75، لنفهم أكثر كيف يكون عندي قطع نقدية متساوية ونرى مجموعها. هيا معي يا أول. عندي الآن يا أول يقول لي أي المجموعتين تحتوي مبلغ أكبر من النقود؟ أكبر من إذن؟ أكبر ما الأكبر؟ تعني أن السمكة سوف تقوم بأكلها، السمكة سوف تأكلها لأن سمكتنا جوعانة. تعالوا عندي هنا، عندي 5 وعندي 5، عندي 10 وعندي 10، 10 و10 20، 10 و10 20، 5 و5 10، 5 و15 20 و10 يعطيني 30. هذه القطع النقدية مجموعها 30. نأتي إلى هنا، عندي 10 10 و10، 3 عشرات يعطينا 30. هل يوجد فيهما مجموع أكبر؟ لا، فهما يتساويان، هما يتساويان. لكن لاحظوا هنا عشرات جميعها، هنا عندي 5 قروش، عندي 5 قروش مثلوها بأكثر من طريقة، بطريقتين. تعالوا نرى هنا، عندي هنا يا أول 60 قرشا، 60 قرشا، وعندي هنا 60 قرشا. لكن لاحظوا عندي هنا 25، استخدموا هنا قطعة 25 قرشا لتمثيل 60 قرشا، وهنا استخدموا 10 و5 قروش. هكذا نمثل 60 قرشا بطريقتين مختلفتين، بطريقتين مختلفتين. تعالوا نرى هنا، يقول لي أكتب قيمة كل مبلغ وبعدها أحوط المبالغ المتساوية. لنعلم يا أول قيمة كل مبلغ، علينا أن نجد مجموع القطع النقدية لدينا. لنعلم المبلغ يجب علينا أن نقوم بجمع القطع النقدية لدينا. عندي هنا 25، عندي 10، عندي 5. لنجد مجموعها يا أول نقوم بإيجاد ناتج هنا. أولا عندي 5 و10، عندي 10 و25، 25 زائد 10 أحادنا 5 و0 يعطيني 5، و2 و1 يعطيني 30، 35 زائد 5، 5 و5 يعطيني ماذا؟ يعطيني 10. وعندي قيمة المنزلية هنا 30 30 و10، 10 من أحادنا و30 قيمة المنزلية لي 35 يعطيني ماذا؟ يعطيني 40 يعطيني 40. إذن قيمتي لهذه النقود عندي هنا 40 قرشا، 40 قرشا. نأتي الآن إلى هنا يا أول، عندي 25 25. درسناها البارحة، إذا كان معي 25 و25 ماذا يعطيني؟ أحسنتم، 50 يعطيني 50. نأتي الآن إلى هنا، عندي 10 10 10 10، عندي 4 عشرات، مجموع 4 عشرات ماذا يكون؟ 40 قرشا. إذن من بينهم عندي هنا 40 50 40، أين المبالغ المتساوية لنحوط عليها؟ أحسنتم، 1، وهنا أيضا عندي هنا 40 و40،
إذن مبالغنا المتساوية هي 40 و40، هذه هي مبالغنا المتساوية. نأتي إلى هنا، عندي 25 25 و10، عندي 25 25 و10، 10 و25 يعطينا 25، 25 زائد 10 نبدأ بأحادنا، 5 و0 يعطيني 5، 2 و1 يعطيني 3، 35 تبقى عندي 25، 25 زائد 35 نبدأ بأحادنا، 5 و5 يعطيني 10، 23 يعطينا 50، عندي 50 وعندي 10 نقوم بجمعهم، 50 و10 يعطيني 60، يعطيني 60. إذا مجموع هذه هي أول هي 60 قرشا، 60 قرشا. نأتي إلى هنا، عندي 50 وعندي 5 قروش، 50 و5 يعطينا 55، يعطيني 55. نأتي إلى هنا، 10 و10 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 يعطيني 30، و10 و10 يعطيني 5 عشرات تعطيني 50، 5 عشرات، 5 عشرات تعطينا 50، والخمسة 55، هذه 55، إذن 55. أين المبالغ المتساوية؟ عندي 55، 55 وعندي 60. أحسنتم، هذه متساوية وهذه متساوية، 55، 55. عندي هنا معلم ياء 50 قرشا، معلم ياء قطعة 50 قرشا، قطعة النصف دينار، وقطعة 25 قرشا، معلم ياء 50 و25 ومع أخيها 4 من العشرات، 4 من العشرات، إذن كم مع أخيها؟ 4 عشرات. أحسنتم، معها، مع أخيها 40، مع أخيها 40، ومعه 7 من ال5 قروش، معه 7 من 5 قروش. لاحظوا يا أول، 5 قروش، 7 من 5 قروش، ها هي 7 من 5 قروش، 5 قروش وعندي 7 منها، 5 و5 يعطيني 10، 5 و5 يعطيني 10، و5 و5 يعطيني 10. إذن في 7 من 5 قروش كم عشرة عندي؟ عندي 3 عشرات، وهي 30، وهي 30، وتبقى عندي 5 تصبح 35، تصبح 35. ها هي 5 أو 7 من 5 قروش، 7 من 5 قروش مبلغها 35، ثمنها 35. إذن مع أخيها 40 4 عشرات، ومعه من 7 قطع كم نطلع معنا؟ 35، 35. أيهما مبلغه أكبر؟ تعالوا نجمع أولا مبلغ لمياء، بعدها نجمع مبلغ أخيها. أولا لمياء عندي 25 و50، هذه للمياء يكون معها 5 و0، 5 2 و5 7. أما أخيها فمعه 40، وأيضا معه ماذا؟ 35. 0 و5 يعطينا 5، 4 و3 يعطيني 7. من معه أكبر؟ لا أحد، فهما متساويان، هما متساويان، لا يوجد مع أحد منهما مبلغ أكبر من الآخر. اتفقنا يا أول؟ إذن هذا يا أول كان درسنا، قطع نقدية متساوية، قطع نقدية متساوية. كتاب الطالب، كتاب التمارين يا أول، صفحة 32 واجب لكم، واجب لكم. وإذا أردتم أن ترسموا، ارسموا بالطريقة التي رسمتم بها لكم البارحة على كتاب الطالب، بوضع قطعة نقدية خلف الصفحة وتلوينها يتكون أسهل لكم، أو ارسموا دائرة واكتبوا القيمة فقط داخلها. اتفقنا؟ دمتم بخير وحفظ الرحمن دوما إن شاء الله. أحبتي الصغار، ألقاكم على خير دوما إن شاء الله. إلى اللقاء.